طيب السؤال التاني هو في انا سمعت شيخ بيقول ان في فتنة القبر ان ابليس بينزل للميت قبل نزول الملائكة صح؟ ابليس فعلا بينزل للميت قبل نزول الملائكة القبر يعني؟ اه فتنة القبر. لا ما اعرفش ان ابليس بيدخل القبر مع الملائكة. لا لا تمام، جزاك الله خيرا الشيخ، انا نسألك الدعاء. الله يبارك فيك.